مواجهة البحرين، تليها المواجهة المرتقبة كلاسيكو الخليج بين المنتخبين السعودي والكويتي. قراءة في هذه المواجهة مع حمادي أقردب. أنتوا أهلنا من أول ماضي وحاضر، تاريخ يشهد وكل عاشه شافه. الكويت والسعودية في بطولات الخليج، رحلة طويلة وممتعة من التنافس والتسابق والتلاحق. السعودية والكويت وتاريخ 21 مباراة منذ البطولة الافتتاحية وحتى آخر البطولات. الكل يحفظ عن ظهر قلب ألا صوت يعلو على صوت الأزرق الخليجي المسيطر، والذي احتفل بثالث ألقابه على حساب السعودي وبرباعية كاملة. الجماهير السعودية انتظرت طويلا جدا لتحتفل بأول فوز للأخضر على حساب الأزرق في بطولات الخليج، والموعد التاريخي كان في خليج 12 بأبوظبي وبعد 24 عاما من انطلاق البطولة. 21 مباراة خليجية بين الجارين، احتفل الكويتي بالانتصار 9 مرات مقابل 5 للسعودي، أما السبع المتبقيات فحسمتها نتيجة التعادل. الكويتي سجل 27 هدفا وبتسعة أهداف أكثر عن السعودي. وحتى ندرك أكثر قوة الكويتي خليجيا، فمثلا ماجد عبد الله اكتفى بهدف واحد في شباك الكويت خليجيا، ووحدهما فهد المهلل وعبيد الدوسري وقع على ثنائية. أما مجموعة الفرنسي هيرفي رينار فلا تضم أي هداف غالط الحراس الكويتيين خليجيا. أعتقد أن احنا جاهزين للبطولة. مباراة ضد المنتخب الكويتي مباراة إن شاء الله راح تكون ممتعة زي ما كانت أول، خصوصا أنه ديربي الخليجي. بإذن الله نقدر نسعد الجمهور فيها بإذن الله. أعتقد أن احنا جاهزين للبطولة كاملة. البطولة أحد أهدافنا وإن شاء الله طموحنا نحقق البطولة. خلال 23 بطولة خليجية التقى الشقيقان مرتين في النهائي، وفي المرتين كانت الكأس زرقاء، الأولى كما أسلفنا في خليج 3 بالكويت، والثانية في خليج 20 باليمن. آخر المباريات الخليجية جمعت المنتخبين في خليج 23 بالكويت، وكعب السعودي كان أعلى هذه المرة ليفوز بهدفين مقابل واحد. السعودي يخوض مغامرته الخليجية بقيادة الفرنسي هيرفي رينار المميز إفريقيا والمستكشف آسيويا وخليجيا، أما الكويتي فاختار المدرب الوطني ثامر عناد الذي يحلم بأن تكون مجموعته رقما صعبا وأن تستعيد بعضا من تألق أيام زمان. فمن سيؤكد أن لقب خليج 24 من أولوياته؟ محمد قردبو، صدى الملاعب.